الحمد لله 2018 كلها دازت عندي نجاحات، كلها دازت عندي معرفه في حوايج اخرين، كلها دازت عندي بتجربه، يعني كي في الميدان ديالي ديال الدومين ديالي ديال الميك اب، يعني استفدت بزاف وتعلمت بزاف وتعرفت على الناس بزاف. وتنتمنى ان شاء الله 2019 حتى هي تكون سنه جديده عليا وعلى المسلمين وعلى المتتبعين ديال الصفحه ديالكم. ونتمنى ان شاء الله الخير. يمكن الحوايج اللي ندمت عليهم هو الصراع بيني وبين الفنانه دنيا فاطمه، اللي صراحه ندمت على ان في هذا 2018 داز عندي في هذا البروبليم هذا، ولكن الحمد لله في حد ذاته في واحد المده حيد داك الشيء، والحمد لله حاليا راني بخير غادي مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد.